اهلا وسهلا مشاهدينا في كل مكان، اطلاله مسائيه جديده لالو مرحبا تلاقي اسبوعي بنحيي من خلاله كل الناس اللي بتتابعنا وتتواصل معنا باستمرار. ان ينشد المغترب او المهاجر السوداني حياه افضل له ولابنائه، ده تقريبا قاسم مشترك بين معظم الناس اللي بتغترب او بتتخذ من الهجره موطئ وموطن جديد. لكن بعد ذلك في سلبيات وفي إيجابيات بيعاني منها المغترب نفسه وعلى مستوى أسرته برضو اللي بيكون مصطحبة معه. ونحن عايزين ندرك المواضيع دي ونرسل رسائل عديدة مختلفة. الموضوع أنا شايفة إنه غاية في الأهمية، وبتمنى كل أبناء السودان المغتربين واللي مستصحبين معهم أسرهم يكونوا حاضرين ويتابعونا. ضيفة عزيزة كريمة، هي متعودين على إطلالها سواء كان عبر الهاتف أو حتى من خلال الأستوديو، لأنها هي متعودة دائما تجي للسودان، وده بحوار برضو حنتناقش معها من خلال الإعلامية أمان الأمين. نورتينا. مرحب بك. مرحب بك ريان، ومرحب بأسرة قناة النيل الأزرق وبرنامج ألو مرحبا، ومرحب بمشاهدي ومتابعي قناة النيل الأزرق جميعا. ونتمنى أن يكون إطلالة خفيفة، وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم. لك عادتك يعني، والله يعني إحنا سعيدين بك، كل القناة يعني محتفية بوجودك معنا. المرة دي الإجازة طولت، إجازة بقت غامة. كم قعدتي؟ والله تقريبا هو من شهر 6، احنا عادة متعودين نجي في خواتيم شهر 6 وبنرجع لأواخر 9، يعني اللي هي الإجازة الصيفية العادية. لكن المرة دي يعني أخذت طابع شوية كده، إنه كان فيها قرار، وهو قرار أعتقد إنه قرار يعني مصيري، وقرار لي ويعني أهدافه وحواوي إن شاء الله. بتمنى إنه بعدين نحقق الحاجة اللي من أجلها إنه قررته. فقررت إنه أقعد بالأولاد عام دراسي كامل يعني في السودان، ومن أجلي إنه أعمل لهم فاصل من المجتمع. ده قرار جريء، وأنا حاجف معك، بس حذكر السادة المشاهدين إنه الإعلامية أمان الأمين هي متواجدة بالعاصمة الأسبانية مدريد، ودائما برضو بتطلعنا على تفاصيل متعلقة بأسبانيا باعتبار إنه أسبانيا ثقافة وفنون مسرح وتمثيل، ومتصلة أيضا بالرياضة بشكل كبير. فهي في مدريد زادة، وتناقشنا معاه في محاور رياضية كثيرة. 200 كان القرار، و200 أنا حأجي وأطول وأقعد فترة طويلة ومعايا الأولاد. لا ما براي كمان. القرار كان يعني أنا مهدت له من عدة يعني سنوات، يعني أنا ما فاصلة أولادي عن السودان تقريبا كل 9 شهور. أن إحنا بنبدأ السنة ومنتين ما في السودان، ما قعدنا، ما اتفصلنا إلا يمكن العام الفات بسبب كورونا. طبعا الدول كانت مقفلة، فكنت مهيدة للخطوة دي، إنه دريتهم على السودان، يتعودوا عليه كل حاجات وثقافات ومجتمعات وطريقة المعيشة فيه وأي حاجة يعني. بعد ده كان عندي يعني في جواي إنه أولادي لما نصلوا سن معين لازم أطلع بهم من المجتمع الأوروبي نظام، يعني تقدر تقول على فاصل ونواصل، لكن بمفهوم إنه بس اندمج أكثر بالمجتمع السوداني، رغم إنه في الإجازة مندمجين يعني. فالقرار كان إنه نجي إجازة كان عادية، وبعد ما وصلتها يعني في خلال ال3 شهور الفاتت فقدت أعز إنسان لي، يعني فقدت الوالدة، ربنا يرحمها، بترحم على أمي، ربنا يرحمها إن شاء الله ويجعلها من الشهداء والصديقين ويجمعنا بها في الفردوس. أمي هي يمكن الحببة أولاد السودان، يعني حتى بمكالمات الهاتفية لما تتصل عليهم بتقول لهم يعني بتجبتين بتدعون للإجازة، هم بيكونوا أداب رجعوا بتقول لهم باقي كم من الإجازة، فبيكون بحب السودان مع اتصالهم معها يكاد يكون بصورة يومية يعني، وفي تحفيز لهم يعني إذا عملتوا الحاجة الفلانية، وبتكلموا معها يعني. طبعا الاتصالات بقت ما خلت حاجة يمكن نص المشاهدة، فحتى تحفيز القرآن لهم في بداية يعني حفظوا يمكن جزء من جزء، عمل صور الصغيرة كلها حفظتها لهم وبالهاتف يعني بالتلفون بتقول لهم بيحفظ هدى عنده الهدية الفلانية. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون لها بعدين في ميزان حسناته. فجينا الإجازة العادية، بعد ده قررت أنه أدخلهم مدرسة، بحيث أنه يعني هم طبعا بيدرسوا هناك بالإسباني والإنجليزي،
العربي، كنا بنودون كلاس بتاع لغة عربية في المسجد، لكن يعني حاجة مرة واحدة في الأسبوع. لكن هم بيعرفوا عربي لأنه ما بيقطعوا أصلا من السودان، وبعدين الكلام في البيت كله عربي والونس عربي يعني، بس يمكن شوية القراية والكتابة في الكلاس اللي بيمشوا له ده يعني ما حاجة كده، يمكن تكون دي كانت مخاوفي إنه الأولاد ديل يكبروا ويكون بعدين بيبعدوا من العربي. أي نعم اللغات الثانية هي مهمة، لكن ما حتكون طبعا بأهمية اللغة العربية. فلما جبتهم هنا دخلتهم في سجلتهم في مدرسة يعني، والمدرسة هي قريبة من البيت يعني بإنجليزي وعربي، إنجليزي والعربي بس مادة واحدة قرآنية. ورحبوا بينا ناس المدرسة يعني كتر خيرهم، وسجلوهم وعملوا لهم انترفيو وكده وقبلوهم خلاص. بعد ذاك ربنا هداني على مركز بتاع تحفيظ قرآن اللي هو مركز الإتقان لتحفيظ القرآن. المركز ده نظام 10 شهور يعني الطالب بيحفظ فيها القرآن تماما، دراسة مكثفة يعني بتجويد وكده. يا سلام. وبعد حاليا قضوا كم من العشر شهور؟ يداب بدو يداب هم يعني بدو واسا لحد الفات يعني لسه. فأنا كنت بعد ذاك مترقبة انهم بعد يمشوا انطباعهم حيكون شنو لما نجوا راجعين، لقيت انه عجبوا جدا في البرنامج. حتى ناس المركز يعني ربنا يجزيهم خير، تعاملهم يعني بصورة يعني مدرن كده، هو تحفيظ القرآن لكن فيه حاجات يعني بتحبي بينه الطفل إنه يكون متواجد معهم. برنامجهم من 6 صباحا ل6 مساء. أنا في البداية قلت حيكون بالنسبة لهم مزعج، حيجوا يقول لي تاني ما ماشيين، لقيتهم حابين المسألة يعني شكروا لي تعاملهم معهم في المركز هناك. حتخليهم يكملوا موسمهم ولا؟ حنكمل الموسم بإذن الله تعالى، حيقعدوا 10 شهور في المركزية. وبعد ذاك اذا هم غرروا عايزين يقعدوا اكثر، وانا بتوقع حاجه زي كده يعني. لحد يسال اوضاع كيف مش ساقوا لاسبانيا؟ والله بيتواصلوا مع اصحابهم يعني بالتلفون، مرات بيتصلوا معاهم بيتواصلوا معاهم، لكن يعني هم حابين السودان اكثر. وفي السودان يعني اكثر الحاجات اللي بيحبوها في السودان شنو من خلال تواجدهم وجياتهم المستمره يعني في اجازات مختلفه؟ من الحاجات الأماكن صراحة يعني في حتات كده ممكن نقدر نقول على رحيق الأمكنة. بيحبوا العكورة، العكورة دي اللي هي مسقط راسي، وأنا من هنا بحيي الأهل بالعكورة. هم بحبوا العكورة تماما لأنه بحسوا فيها مجتمع أحسن من الخرطوم يعني. بيلقوا راحتهم لما نمشي هناك يعني، ما بحبوا إنه يجوا راجعين مثلا الخرطوم. فالحيشان الكبيرة الأشجار الليمون والمانجا والحاجات دي يعني بحسوا إنها حاجة بالنسبة لهم ما موجودة في 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 إسبانيا. فالحاجة دي حابينها جدا، بيحبوا الأجواء الطبيعية الأجواء المفتوحة كده. بعدين يعني هم مستفين حنية حنينين مشبعين بالحنية شديد يعني. ما الارتباط بالحبوبة بالضبط كده خلاهم يعني مشبعين يعني حنينين، بيحبوا الناس يجون، بيحبوا الأهل، بيحبوا الاختلاط، بيحبوا بالناس يعني. فدي واحدة من الحاجات سهلت لي إنه أتخذ القرار معهم. لما قلت لهم حنقعد في السودان قال لي يا ماما ما في مشكلة حنقعد، إحنا بنحب السودان أصلا يعني. لكن بعد ذلك طبعا في تحديات، مجتمع بالنسبة لهم شوية ما هي حاجة موجودة يعني، ما هي حاجة في متناول اليد، في صعوبات. لكن مقارنة بالهدف من أجله الواحد يعني حب إنه يجي صغير بحس بأنها دي تحديات بسيطة. فأنا اسم معولة تماماً على مركز الإتقان لتحفيظ القرآن ده، إنه هو البرنامج يعني مش تحفيظ قرآنه بس، عندهم برنامج تربوي متكامل يعني. عندهم على المنهج الديني علموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فأنا قلت لهم مع البرنامج في سباحة وفي رماية وفي ركوب خيل وكده، ده بالنسبة لهم حيكون برضو برنامج إضافي يعني. والمجتمع نفسه اللي اندمجوا فيه. وهسه حاليا في فتره بتاعت اقل من اسبوع كونوا صداقات يعني، واخذوا ارقام تليفوناتهم كده. انا بس عايزه اعرف من الاسباب اللي خلتك تقرري تكوني موجوده في السودان ومعاك الاولاد غير اللغه شنو تاني؟ انا عايزه اتكلم عن المجتمع هناك الاسباني وصعوبه التربيه برضه في مجتمع منفتح زي ده يعني. المجتمعات الاوروبيه بصوره عامه يعني انا عندي عليها تحفظ شديد على فكره. يعني الواحد في لحظة من اللحظات لو سرح شوية كده يمكن يفقد أولاده عادي يعني. بمعنى إنه الحاجات اللي بقت حاصلة في المجتمع، حتى المجتمعات العربية بقت يعني منفتحة، فما بالك المجتمعات الأوروبية اللي بتكون أي حاجة بالنسبة لهم هي دي يعني. ف
فباعتبار انهم اولادي تولدوا هناك نشأوا هناك، يعني هو المجتمع شافه، يعني المجتمع الاوروبي ما شافوا حاجه يعني مثلا غيره، فاي حاجه بعدك في الشارع يمكن يقولوا دي الحاجه العاديه يعني. فانا كانت عندي مخاوف انه بالرغم انه انا دامجان بمجتمعنا وهم في اي لحظه عارفين انه ده ما حقنا، الحاجه دي ما بتاعتنا كده، لكن شنو بتحس بانه يعني في عمر معين كده انا بعتقد انه الواحد لازم يعني يطلع يعيش مع مجتمعه شويه، مهما كان يعني انه في الاسره في يعني انت واخده بالك على العيال وكده، لكن بتحس بانه في لحظه من اللحظات يمكن يكون انسحبوا من غير ما تشعر. يعني الحاجه دي صراحه يعني يمكن الواحد سمع بقصص تخليه انه يكون متحفز او يكون مستعد للخطوه بتاعت انه يقوم يفصلهم من المجتمع دي. يعني في ناس فقدوا ابنائهم، بمعنى انه انت في المجتمع الاوروبي حتى لو يعني في عمر معين ولدك او بنتك يعني عايز يعمل حاجه، المجتمع هو بقيف معه وبيعتبرك انك انت ما عندهم حاجه اسمها ابوه او امومه او اسره، يعني انت بس دورك انك تولد تصرف كده، لكن ما في حاجه بعدك بتخليك انك انت تقول لا. في لحظه من اللحظات لو حسيت بانه الحاجه دي ما بتاعتك، لا هم دي كده بقول لك يعني انت كده كانك بتتعدى على حرياتهم. الحريات عندهم طبعا ماخذه مفهوم خالص، طبعا احنا ما بالنسبه لنا خاطئ. فالحاجات دي في ناس والله فقدوا ابنائهم صراحه. يعني انا بتمنى انه كل اسره بصوره عامه مش سودانيه بس، اي اسره مسلمه يعني تعي الفتره اللي بيكون لازم انها تعمل يعني تفصل اولادها من المجتمع شويه كده وتعمل لهم تغيير. الحاجه دي بتاثر على سلوكياتهم، بتاثر على معيشتهم بعدين. لكن الواحد انه يقول يعني هو عايش عشان شنو؟ يعني عشان يوفر لهم حياه رغده، عشان مثلا التعليم مثلا مجان، الصحه مجان، كل سبل الحياه الرفاهيه متوفره. يعني انا عندي بعض الناس هنا بقول لي والله لكن بالغت بوليك بزمن وفتره جبت فيها اولادك السودان ظروف صعبه وكده، فالنظره بعتبرها ضحله. يعني انا بالنسبه لي يعني شنو الظروف الصعبه؟ يعني شنو معيشه وحاجات مرات ما في صف عيش والله كده؟ دي حاجات ثانويه جدا. انا يعني بتمنى كل المغتربين يعوا تماما الحاجه اللي انت بتشير لها. في فهم ثاني كمان يعني غريب شويه، انا اظن انه برضو عندك راي فيه او تحفظ عليه، انه انا مثلا في دوله اوروبيه لما احصل على اجازه ما بنزل بالاولاد السودان. حبيت احصل كثير عندنا بمشي بهم دوله اخرى بغرض التغيير. يلا هم يعني بالنسبه لهم بيعتبروا ان الاجازه دي زي فاصل من العام الدراسي او اجازه مدرسيه، لكن ما الهدف منها تمشي بلدك؟ يعني انهم يطلعوا بس من مكان ساكنين. يعني مثلا في ناس عادي يقول لك والله حنمشي نلاقي الاسره بتاعتنا في القاهره، وحنمشي نلاقيهم في دبي، وحنمشي او في الدول الاوروبيه نفسها يقولوا ماشيين كده. انا بالنسبه لي الاجازه السودان ما في خيار غير السودان الا السودان. يعني شنو انه الواحد الصلات القريبه، يعني انت عندك ابوك وعندك امك عندك اخوانك واخواتك، طيب انت عايش ممكن بعد ذاك ابعدت نفسك وشويه شويه ابعدت عيالك. فبالنسبه لهم يعني في بعض الناس بيعتبروا انه الاجازه دي بس اجازه عشان رفاهيه، لكن ما يندمجوا بالمجتمع بتاعهم، وده خطا بيقعوا فيه الناس في حالات كثير. يعني امهات واباء لما يقولوا لاولادهم بعد ذاك نمشي السودان، يكونوا اصلا ما جابوهم، الواحد يغيبون 4-5 سنوات يعني من السودان، لما يجوا عشان يقضوا الاجازه العاديه بيلقوا صعوبه. في فتره يمكن يقطعوا لهم الاجازه ويقول لهم نحن ماشيين، يعني بيشعروا بصعوبه حاجة انت ما عودتهم عليها. وامشي لك ابعد من كده، هل تعلم انه في بعض الامهات اولادهم حتى يعني ما بيتكلموا اللغه العربيه؟ ودي كثيره يعني بيجيبوهم بيكونوا عباره عن مسخ كده يعني، والله انا بحين في حالهم. بعدينهم خالص يعني من السودان بتلقاهم هم اصلا في مجتمعات اوروبيه، سواء كان اللغه الانجليزيه او اي لغه ثانيه، هسه زي اذا اعتبرنا انا اولاد اللغه الاسبانيه يعني ما يعني ما حتى في البيت بتلقون ممكن يتخاطبوا معاهم يعني يتكلموا معاهم. يعني هسه مثلا انا واحد في اولادي اذا اتكلم معايا وعم ابوه بالاسباني بنرد له بالعربي، بحيث انه ثاني ما يتكلم يعني بالاسباني، فبقى الحوار داخل الاسره
باللغة العربية التواجد السنوي في السودان. خلاهم هم مثل لو شفتهم، أنا بتمنى أنه الحلقة الجاية يكونوا ضيوف. احنا بنطالب بأنه الحلقة الجاية يجوا كنموذج يعني لأم قادرة تعي تماما أهمية التواجد في السودان وعدم الانقطاع من الوطن. يعني بتحسهم أنهم ما يتولدوا إلا في السودان، ما طلعوا من السودان نهائيا، زي ما قلت أنهم حنينين يعني. أكيد احنا وصلنا معك للخواتيم تقريبا، وكلامي كله كان رسائل، لكن لو عندك رسالة أخيرة، وأنا عارفة أنه لسه حابة تتكلم، يعني لو عندك رسالة مهمة حابة توجهها. والله رسالتي بس بكرر للأمهات والآباء أنه ما تسرحوا مع نعيم الدنيا، يعني أنك أنت تقول خلاص عايش في دولة كل سبل الحياة متوفرة فيها، وحاليا يعني أي واحد، يعني في ناس حتى الإجازات السماء مثلا ما جوا معانا الإجازة، تقول لك نمشي لنشوف الوضع ده، الوضع ده شنو؟ طيب يعني، يعني الوضع ده هل بخلي الزول يمشي يسيب بلده؟ يعني السودان يعني يمكن حتى لو فيه صعوبة في الحياة الاقتصادية، في وازمات، ما هي دي حاجاته بتعدي، لكن حلو بناسه، حلو باللمة، حلو بالحاجات الواحدة اللي ما بلقاها يعني في دول المهجر تماما، يعني غير موجودة. فأنا بدعوم يعني، بقول لهم والله تعالوا، وبقدم لهم دعوة خاصة والله، يعني الصحة حتى داخل السودان على فكرة، في يعني أسر أولادهم بيدرسوا في مدارس انترناشونال، بيدرسوا باللغة الإنجليزية، ديل برضو بعيدين على فكرة من العربي، ما طلعوا من السودان لكن بعيدين من العربي، العربي بيتكلموه لغتين. ودي ظاهرة انتشرت كثير، انتشرت في الآونة الأخيرة، هم بيعتبروها إن دي يعني مثلا هي دي الحضارة، بيعتبروا إنه يعني الواحد لما نقول أولادي بيتكلموا مثلا إنجليزي والعربي، والله يا أخي العربي بسيط كده، بيعتبروها دي نوع يمكن من برستيج يمكن يعتبروا، لكن للأسف فيهم بصورة بأخرى ضيعوا أولادهم. فأنا بقدم لهم الدعوة والله، وتجربتي هسه حاليا اللي خلتنا أنا أدخل أولادي مركز الإتقان لتحفيظ القرآن، والله بتمنى إنها التجربة دي تعيم على كل الأسر، سيما الناس الموجودة يعني في الدول الأوروبية. ومن هنا بوجه يعني تحية خاصة لصديقاتي في إسبانيا، وبقول لهم أنا صراحة جيت ولقيت الجو جميل جدا، وبشجعكم إنكم تقوموا تجوا وتخطوا الخطوة دي يعني، ما تتخوفوا منها. شكرا أستاذة أماني الأمين الإعلامية، كل التحايا والمحبة والود لها. أكيد أنا بفتكر أنها عكست تجربة مهمة جدا على الجميع، أنه يعوا تماما أهمية وضرورة يعني ما ذهبت إليه. بعد فاصل قصير نلتقي المشاهدين من جديد. أهلا وسهلا كل الناس اللي بتتابعنا وانضمت لمتابعة هذا المشوار من برنامج ألو مرحبا. في الفقرة السابقة تحدثنا يمكن عن بعض المساوئ لأبناء السودان المغتربين، واللي بتواجه أبناء السودان المغتربين في مغترباتهم ومهاجرهم المختلفة. نحن من أسبانيا حنمشي لندن. دكتور رنا عامر كاريكاتيرست، السلام عليكم وسعيد أوقاتك بكل خير يا رب. مرحبا ريان، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. مرحبا بك، طمنينا عليك وعلى الجالية هناك يعني في لندن. والله الجالية السودانية في بريطانيا بتعيش حزن عميق على الخبر المفجع. دكتور كمال أبو سين، فقدنا جراح عالمي والاستشاري الكلى ونقل الأعضاء دكتور كمال أبو سين، فقد عظيم ما كثير على ربه، ربنا يرحمه إن شاء الله ويغفر له. أنا اتشرفت وافتخر أني كنت واحدة من تلامذته في الجراحة. دكتور كمال ما بس علمنا فن الجراحة، وبقول لك فن لأنه حقيقي الشغل العالي اللي كان بيشتغله والمهارة الكبيرة لدكتور أبو سين، كلامي ده حيفهمه أي دكتور حضر قبل كده عملية مع دكتور أبو سين، وحضر عملية مع جراحين ثانيين، ما بنتقف منهم، لكن دكتور أبو سين كان عنده أسلوبه الخاص في إجراءه للعمليات الجراحية. دكتور أبو سين كان بيقدر يمتص التوتر بتاع كل الطاف الجراحي معاه بأسلوبه اللطيف وشخصيته المرحة اللي ما بتخفى على كل الناس اللي شافوه ويعرفوه. دكتور أبو سين ما بس علمنا الجراحة، لكن كمان علمنا الأخلاق والإنسانية مع المريض.
كيف تكون بسيط ومتواضع، تشرح للمريض حالته الصحية بأبسط الكلمات، حتى تشبه له يعني بحاجات من حياته اليومية، إنه الحاجة اللي عندك دي زي كذا كذا كذا. كيف تقدر تحافظ حتى على إنك تكون بتتكلم مع المريض بالعربي، مش إنه عشان مثلا عايش برا وكذا يتكلم يعني لغة إنجليزية أو كذا. دكتور كمال علمنا كمان حب الخير، كان إنسان خير جدا جدا، ودي شهادة حق أنا أقولها. أنا حضرت الحاجة دي وأنا شفتها، أنا اشتغلت معاه دكتور أبو سين كثير جدا، كان بيتنازل عن أتعابه في العمليات للمرضى اللي بتكون ظروفهم سيئة أو فقراء، وكان حتى بيطلب مننا إحنا الإصطاف الجراحي معاه إنه أي واحد فينا عنده إمكانية يتنازل عن أتعابه المالية يتنازل. دكتور أبو سين أسس منظمة كمال أبو سين الخيرية، وأنا برضو تشرفت إني أكون واحدة من أعضاء المنظمة. كنا بنسافر القرى ونعمل يوم صحي بيشمل عيادات وعمليات بسيطة، اللي هي منها عمليات الفستولة، والفستولة اللي ما بيعرفها هي عمليات بتجرى يعني توصيل لشرايين وأوردة بطريقة معينة عشان المريض يقدر يعمل جلسات الغسيل الكلوي. طبعا يا رنا، دكتور كمال أبو سين، أول حاجة فقد كبير. نحن بنعزي أبناء الجالية السودانية هناك، بنعزي كل الشعب السوداني، ده رمز من رموز السودان. أنا حوزيت معه بلقاء في خربشة الطبيب، هي كانت مساحة قصيرة، فخفة الظل المعهودة، التواضع الجم يعني لشخص رفيع بقيمة دكتور كمال أبو سين. فالملحوظ عنه أنه شخصية متواضعة، شخص محب للآخرين، سلم عليك وكأنه بيعرفك أو في سابق معرفة بيناتكم، فرجل رائع جدا. أفتكر أنه هو فقد كبير لأبناء الجالية السودانية هناك، لقبيلة الأطباء هناك، وهو من نماذج أو من النماذج الناجحة جدا لمسيرة الأطباء السودانيين بالخارج. أكيد طبعا، ودكتور كمال كان إنسان محبوب جدا، والحاجة اللي خلته كان دائما محسود من أقرانه من الوسط الطبي. طبعا أنا بتكلم عن ذوي النفوس المريضة، حتى حاولوا يعني يزوه، حاولوا يعطلوا مسيرته، لكن ما في حاجة هتقدر تشوه صورته، حيفضل طول عمره ربنا يعني يرحمه ويغفر له، حيفضل في قلوبنا وفي نظرنا دائما هو ملاك الرحمة، مثال للأخلاق، للطبيب الإنسان، للطبيب الناجح، للطبيب الطموح، للطبيب حتى لما اغترب وعاش برا ما نسى بلده، كان حريص كل شهر إنه يجي السودان ويشتغل عمليات. أنا بنفسي كنت بحضر له لسه العمليات دي، كل شهر كان دكتور أبو سين بيجي السودان ويشتغل عمليات، وما كان بينسى أهلنا البسطاء، أهلنا الفقراء، كان بنسافر الأقاليم سفرات طويلة يعني، ونقعد عيادات لأوقات متأخرة. ربنا يرحمه ربنا يتقبله ويجعل أعماله دي شفيعة له، اللهم آمين رب العالمين. رنا يعني طولنا منك وانقطعتي برضو لفترة عن الشاشات، نسبة طبعا لفترة وجودك بالخارج ما بين الطب والكاريكاتير. كلمينا أكثر، أخبارك شنو، عملت شنو برا؟ والله يا ريان يعني بعد الكلام عن دكتورة موسين كلام الموضوع صعب يعني بيقيف، وأنا يمكن عملت كاريكاتير نعي لدكتور كمال أبو سين، أكيد أكيد خلاني شوية قدرت يعني أطلع شحنة الـ يعني جزء من الشحنة الحزن الجواي ناحية الخبر، يعني خبر صراحة نزل. أنا أفتكر أنه برضو دي لمسة يعني من تلميذة أو ابنة قبل ما تكون زميلة أو يعني كنت معه في نفس المهنة أو العمل، وبرضو أعمالك بتتكلم عنك يا رنا. أنا أتمناك دايما بخير، اشتقنا لطلتك أكيد،
أتمنى برضو أبناء الجالية السودانية هناك يكونوا طيبين. شكرا جزيلا. شكرا ريان، وإن شاء الله على أمل اللقاء قريبا يعني إن على شاشة النيل الأزرق إن شاء الله يا رب في مساحات أرحب. يعني فقدنا برضو عدد من الرموز والشخصيات اللي كانت مهمة ومعروفة وعندها متابعين ومحبين وجماهير. أستاذنا الكبير يوسف الجديل، وده يعني مسيرة كانت رائعة ونادرة جدا في الألحان السودانية، وضع بصمات لحنية يصعب جدا استنساخها، ورحلة كانت أكثر من رائعة مع الراحل المقيم محمود عبد العزيز، برضو مثل السودان خارجا، ودي حاجة نحن بنفخر بها، يعني نال جوائز عديدة ومختلفة على ألحانه اللي أدهشت العالم العربي. أستاذنا عبد الرحمن عبد الله برضو له الرحمة والمغفرة، اسم كبير في عوالم الفن السوداني، وأغنيات ستظل خالدة ومحفورة في ذاكرة الفن السوداني، وأغنيات وفن رسالي واضح ما كان فيه أي ضبابية. أيضا رحل أبو هريرة حسين، الإنسان والشخص الأكثر من رائع لكل الناس القريبين منه، الناس اللي بتحبه، الناس اللي اتعاملت معه. أبو هريرة شخصية رائعة جدا حتى على المستوى العملي، يعني من زملاء المهنة أو الإعلامي ما كانوا بعيدين، أو هو ما كان بعيد من هذه المهنة، لهم جميعا الرحمة والمغفرة. أكيد أستاذنا الكبير يوسف الجديل الملحن الكبير، كلهم لهم الرحمة والمغفرة. دكتور كمال أبو سيم برضو شخصية كانت لطيفة وأكثر من رائعة، أيام كانت مكتسية تماما بالسواد وبالأحزان لكل أبناء السودان في مناطق مختلفة، أكيد تأثروا بخبر رحيل هؤلاء العمالقة، لهم الرحمة والمغفرة. القادمة أو الأولى بالأحرى هي الدوحة نعوض الجد الكباش، خلونا نتابع ونتواصل معكم. المحطة دي نحن سعيدين إنه يعني نتحدث عن واحدة من الهموم اللي بتشغل كل السودانيين في الخارج، وهي مشكلة الجواز والرقم الوطني والمشاكل صراحة اللي كان الناس كلها منزعجة، خاصة هي ناس الدوحة. وفد من وزارة الداخلية السودانية وصل للعاصمة القطرية الدوحة من حوالي أسبوع، وبدأ فعليا مباشرة العمل في السفارة. سي القنصل محمد إسماعيل أبو شرح، احنا سعيدين مرة ثانية نلتقيك، والمرة دي نتكلم عن وصول وفد الجوازات للدوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أول حاجة نشكر لقناة النيل الأزرق اجتهادها في إيصال المعلومة للمشاهدين وتداخلها مع الناس والتفاؤل في كافة القضايا. نحن وصلنا فريق الجوازات بيتكون من 4 أفراد، منهم سعادة النقيب الصديق وهو قائد المجموعة، ومعه كذلك سعادة النقيب مصعب، ومعهم 2 من المرافقين، فبيشتغلوا الجوازات والرقم الوطني أو السجل المدني. وصلونا الدوحة يوم السبت 25 سبتمبر، وهم مداومين والحمد لله غطوا كثير من المشاكل والحاجات اللي كانت بتقابل البعثة من استخراج الجوازات والرقم الوطني، وكذلك خطوا الحالات الباردة اللي هم الراقدين في المستشفيات حالاتهم حرجة جدا، فكانوا برضو بيدخلوا في غرامات لأنه ما في طريقة يصلوا السفارة عن طريق الإسعاف أو كذا، لأنه حالتهم حرجة جدا، فبرضو شغالين الشغل الخارجي في المستشفيات، وكذلك لكبار السن يعني الناس فوق 80-85 اللي عندهم مشاكل صحية كذلك للتغطية. ونحن والله شاكرين لهم، يعني ناس متعاونين وناس يعني وجدنا فيهم بالفعل يعني السودانية طيبة، وشاكرين لكم قناة النيل الأزرق ثالث وثالث، وإن شاء الله نتلاقى في ساعات أوسع، وإن شاء الله بارك الله فيكم وعلى أمان الله. سيد القنصل، يعني جزئية برضو مهمة في 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 هذه الزيارة، يعني الحديث عن إنه يعني هم حيكون عندهم زيارات تفقدية قلنا المستشفيات، حيكون برضو بالأحياء، شنو يعني كده ورينا، خلينا نوصل. نعم، هو جدا العمل إنه يخفف الضغط على المواطنين، لأن المواطن عانى من إنه ما عنده يعني طريق يصل السفارة، بعض الناس مسافاتهم بعيدة جدا، خاصة هنا الدوحة في ناس شغالين مثلا في المشاريع وفي العزب بعيدة عن المدينة، فهم إن شاء الله يعني حيمشوا المناطق الطرفية الشحانية، الرويس، الوكرة، الخور، لفان، والمناطق ده عشان يقوموا يسهل للناس
يعني بدل يجوك 10 انفار احسن تمشي لهم انت. وكذلك في ساعات الاطلات كذلك ثبت مستهدفين اللي هو طلبه المدارس والموظفين. وكذلك مددنا ساعات العمل في السفاره الان عشان يعني الناس اللي عندهم دوامات صباحيه يقدر شنو يصلون ويواصلوا ان شاء الله في استخراج الوثائق الثبوتيه السودانيه. طيب شكرا سعاده القنصل وشكرا لكم انتم وكل الناس اللي تابعتنا عبر هذه المحطه من العاصمه القطريه الدوحه. كان الحديث عن وصول وفد الجوازات الى العاصمه القطريه الدوحه ومباشره اعماله وحل الكثير من المشكلات. شكرا جزيلا للزميل عوض الجيد الكباشي. مساله الجوازات مساله غايه في الاهميه وظلت هاجس كبير بالنسبة لأبناء السودانيين في الخارج. أنا أفتكر أنه خطوة رائعة وموفقة ومبشرة لأبناء السودان المتواجدين بالدوحة قطر أو بقطر. يعني برضو أنا بتمنى يعني بقية الدول تتحد فيها السفارات، تتحد فيها الجهات المسؤولة، يتحد فيها أبناء السودان، تكثر نداءاتهم ومناشداتهم المختلفة، ما يكلوا ما يملوا، صوتهم بيصل في النهاية. بتمنى كل الجهات تتوحد وتتحد وتقدر تقدم برضو لأبناء السودان، لأنه ظلوا بيعانوا جدا في المسألة بتاعت الجوازات. فردنا لها مساحات عديدة مختلفة، عسى ولعل برضو صوتنا يصل. ولسه أنا ما زالت بتجيني رسائل كثيرة مختلفة، في كل مرة عايزين نطرح موضوع الجوازات. يعني في كل مرة هم حابين إنه الموضوع يطرح لحد ما تحل في دول كثيرة ومختلفة. نحن نأمل أن توفق جميع أوضاع أبناء السودان بالخارج، دي آمالنا طبعا. أكيد عندنا برضو عدد من الرسائل، أنا بفتكر إنه المدة الزمنية ما المتبقية ما حتكفي، لكن حنحاول نأخذ منها مقتطفات. في البث المباشر برضو عدد من الرسائل الكثيرة اللي بحاول برضو أخذ جزء منها. طيب فيصل محمد إبراهيم بمسي علينا بالخير، على كل التيم العامل، على الأهل بالجنينة، على والدته ووالده وأخوانه، بيتمنى لهم طبعا الصحة والعافية، ولكل الأهل برضو داخل وخارج السودان بيقول كل التحية لك يا فيصل. طيب هبة أم كارم بتمسي علينا بالخير وبتحيي تيم العمل، وأكيد بتحيي أبناء السودان بالداخل والخارج وأسرتها أيضا. طيب أبو مبارك برضو بمسي علينا بالخير، وخميس مطر واحد من الناس برضو اللي بيتواصلوا معنا باستمرار ودائما بيناشدنا انه نطرح المساله او الموضوع بتاع الجوازات، وبقول انه في مشكلات كثيره وكبيره بيعانوا منها السودانيين المتواجدين ببيروت او بلبنان يعني، فنحن برضو امنياتنا لهم. هو حاليا ببلغنا لانه هو كثير المناشده لنا، بيقول انه بالتقريب مشاكل السودانيين ببيروت شبه اتحلت، وطبعا ده ما كتبوا انه شبه اتحلت لانه في تيم مسافر لبيروت مساء الجمعه بيقول كده او يوم الجمعه. دي امنياتنا والله، ونامل انه الموضوع يكون حقيقي وجاد وما بيحتمل التاخير، لانه نحن من خلال محطات كثيره شفنا السودانيين اللي خصوصا متواجدين في لبنان في وقفات كثيره مختلفه احتجاجا على عدم توفيق اوضاعهم او تجاهلهم، تجاهل نداءاتهم. طيب أبو بكر أحمد بيمسي برضو علينا بالخير وعلى تيم البرنامج كل التحية لك. خلف الله النفيدي برضو بينقل تحياته للتيم العامل. مهدي الزبير ومصعب كلهم بيحيونا، كلهم بينقلوا تحياهم لأسرة قناة النيل الأزرق. محمد زين العابدين برضو بحيينه وبيحيي التيم العامل.
بل البادية برضو بيمس علينا بالخير وبقول التحية والتقدير لأسرة برنامج ألو مرحبا. يعني ما تبقى لنا زمن عشان نوافيكم بعدد من الرسائل اللي كانت متواجدة، وكان بودنا برضو نستقبل هواتف عديدة، لكن نسبة للموضوعات الكثيرة واللي طرحناها، وحنفرد برضو مساحات قادمة بإذن الله لكل الناس اللي بتتابعنا بالداخل والخارج. كل التحية والمحبة لكم، شكرا دائما لمتابعتكم سواء كان عبر الشاشة الزرقاء أو حتى عبر البث المباشر بفيسبوك صفحة قناة النيل الأزرق وصفحة برنامج ألو مرحبا. لحن الختام هو إهداء من الكنترول، إلى اللقاء. ليلك يا اسمر حبيت لعيوني تصغر، يا حليلك يا اسمر حبيت لعيوني تصغر، مانعني الوصال مانعني الوصال.
وهجرانك محال. ليلك يا أسمر حبيت عيوني تصهر. ليلك يا أسمر حبيت عيوني تصهر. Yeah.